السلام عليكم طلاب المرحلة الثالثة في قسم الشبكات المعلومات كلية تكنولوجيا معلومات جامعة بابل. طلاب اليوم عندنا محاضرة سادسة في موبايل في مادة موبايل فاندمنتال اند بروجرامينج، وهاي المحاضرة راح تكون بعنوان اليوزر انترفيس ديزاين. طبعا بهاي المحاضرة راح نتكلم بصورة خاصة على المنيوز شلون نضيفه للانترفيس مالتي. طبعا المنيو بصورة عامة توفر لي طريقة لعرض وظائف النظام وظائف التطبيق بدون التضحية بالمساحة الصغيرة للشاشة القيمة مالتي. يعني الشاشة عندنا صغيرة هنا مال الموبايل، راح أضيف منيوز بدل ما أضيف الكومنتس كلهن وين بالشاشة الصغيرة. كل اكتيفيتي تقدر تحدد قائمة، يعني قائمة الخاصة، وتنعرض من نضغط على المنيو بوتونز. اكو المنيو بوتون بكل الموبايلات موجود تقريبا، وهذا منيو بوتون حتى لو كانت الموبايل ما بي ولا بوتون، فاكو باللمس اكو فد شيء اسمه منيو بوتون، من اضغطها راح تظهر المنيو. طبعا الاندرويد كذلك يدعم لي فد منيو ثانيه اسمها كونتكست منيو. كونتكست منيو هاي ما مو بضغط المنيو، لا هاي تربط بفيو معين، الفيو قصدنا الصوره والكوماند والتكست. خوش من اضغط عليه يطلع لي منيو، شلون اضغط على تكست ويطلع لي كوب وبيست وكات وذني، يعني على الفيو المعين تطلع لي منيو اسمها كونتكست منيو. كونتكست منيو طبعا من اضغط مثلا 3 ثواني على هذا الفيو راح تظهر. بعض الموبايلات اكو تختلف، اكو الدي باد من اضغط عليه او التريك بول وهكذا. بصورة عامة بين جالكسيات احنا نشوفها 3 ثواني على الفيو. الاكتيفيتي والكونتكست منيو تدعم لي سب منيو وتشيك بوكس والراديو اوبشن والشورت كي والايكون. يعني ممكن انه اضيف بهن ايكونات، وممكن اضيف بهن تشيك بوكس وراديو اوبشن، كذلك اضيف شورت كاتس. مرات اقدر اربط انا على الموبايل مالتي في الكيبورد، من الكيبورد اقدر اسوي شورت كات ويوصل، وكذلك اقدر اضيف سب منيو. هسه راح نجيها سب منيو. لتسهيل وتحسين قابليه استخدام قوائم التطبيق، اندرويد ضافت لك 3 انواع محسنه من المنيو للسمول سكرين مالته. طبعا المنيو الاول هو الايكون منيو، والثاني اسمه اكسباندد منيو، والثالث اسمه السب منيو. زين كونتكست وين راحت؟ الكونتكست طلاب مو للاكتيفيتي، كونتكست خاصه بالفيو. اذا هي النوع الرابع نعتبره اللي خاص بالفيو معين، من اضغط عليه يشتغل، بس بالاكتيفيتي بصوره عامه اكو 3 انواع منيو. النوع الاول هو الايكون منيو. الايكون منيو بهذا شكلها، عباره عن منيو من الايكونات. اذا ما عرفتني اطلع بس اسم منيو، اضغط هذا يسوي عمل معين، اضغط هذا يسوي عمل معين، اضغط هذا يفتح لي سب منيو. انا معرفه هنا، أنا اقدر اعرف هنا السب منيو هنا اي مكان. كذلك نجي واحده واحده، تعرض الايكونز والتكس لست ايتم منيو ايتم بس. خوش ما تعرض للتشيك بوكس والراديو اوبشن والشورت كي، ما تعرضهن، تعرض بس لنيج. اذا اكو اكثر من 6 وين راح يصيرن؟ راح يصيرن في شيء اسمه المور. اذا اكثر من 6 راح يصير المور، من اضغط عليها هنا يطلع اكسباندد منيو اللي هو النوع الثاني من المنيو. اكسباندد منيو تظهر لي هنا بدل هاي، هاي تروح تظهر اكسباندد منيو، هي هم بيها كوماندز. وراح نجيها اكسباندد منيو. اكسباندد منيو قلنا تنعرض من نضغط على زر المور بالايكون منيو. بالايكون منيو زر المور هو اللي يشغل الاكسباندد منيو. اكسباندد منيو حد ذاتها هي سكرولبل ليست، يعني فد ليست قابله للسكرول، وما تقدر تعرض للايكون للايتمات اللي ما انعرضت بالايكون منيو. الايتمات اللي ما انعرضت بالايكون منيو طبعا ليش ما انعرضت؟ مثلا اذا كان هنا تشيك بوكس وانا عندي منيو ايكون منيو، قلنا ما تعرض تشيك بوكس، يعني وين توديهن اذا عرفني اليوزر او البروجرامر الديفلوبر؟ راح يعرضهن باكسباند منيو، او اكو اكثر من 6 راح يعرضن وين؟ بالاكسباند منيو. على كل هاي تعرض لي شورت كات وتشيك بوكس وراديو بوتن، بس بيها ما تعرض للايكون، ما تعرض للايكون، ما بهم يصير ايكون. من اسوي باك للاكسباند منيو وين يروح؟ يرجع وين؟ للايكون منيو. ما
ما تقدر تجبر الاندرويد انه يعرض لك اكسباندد منيو بدون ايكون منيو. لا تحاول لان راح يصير اكسبشن. نجي النوع الثالث هو السب منيو. السب منيو انا عارفه فد بوتن معين بالمنيو ذا نيتشه الاكسباندد والايكون بوتن معين طلع لي السب منيو. طبعا هنا انا اشرح لك انه بالويندوز او هناك بالبي سي من كنا عندنا الاكسباندد هيراركيكال تري هناك كان هاي التري الهرميه من اضغط فالسب منيو طلع لي سب منيو ما عنده طلع سب منيو وهكذا. هنا انا ما نقدر بالموبايل على اعتبار شاشته صغيره. هنا ايش راح يصير؟ راح يصير سب منيو وحده من المنيو الرئيسيه وهاي السب منيو اقدر اعرض بها شورت كات تشيك بوكس وراديو اوبشنز. هنا انا من اضغط على الباك وين راح يروح؟ راح ينتهي ما يرجع للاكسباندد منيو او الايكون منيو، لا راح ينتهي. النيم مالتها يظهر هنا بالهيدر مالتها وكذلك اقدر اضيف ايكونه الها. اوكي اقدر اضيف ايكونه الها. يعني هنا أنا كذلك سب منيو لسب منيو ما نقدر نضيفها راح يطلع اكسبانشن، ما نقدر نضيف سب منيو لسب منيو. اكستيل منيو طبعا مثل الاكستيل منيو قلنا الايكون ما ينعرض بالسب منيو، ومن نضغط باك قلنا يروح وين يغلق هن كلهن يعني بعد ما without navigate back to extended or icon menu. شلون اعرف الاكتيفيتي منيو؟ شلون اعرف الاكتيفيتي منيو؟ طبعا الاكتيفيتي منيو قلنا هن الايكون والاكسباند واللي سب سب منيو. خوش اما اعرف الاكتيفيتي منيو انا مسوي اوفررايد للميثود اللي اسمه اون كريت اوبشن منيو. اون كريت اوبشنز منيو سوي اوفررايد. هسه شوف الكود. هاي الميثود تشتغل ويا اول استخدام للمنيو او اول ما تنعرض المنيو بالاكتيفيتي. لو كريت اوبشن منيو تستلم لي شنو المنيو ك اوبجكت باراميتر او المنيو اوبجكت كبراميتر يعني يجيها باراميتر المنيو اوبجكت. نقدر نخزن ريفرنس لكل ايتم بهذا المنيو عمود بعدين نقدر نستخدمه بالكود مكان ثاني. نقدر نضيف items للمنيو باستخدام add method. اكو منيو دوت add. For each menu item you must specify لازم تعرف مجموعة من البارامترات اللي group value. عن هذا جروب فاليو لتعريف لتعريف المنيو ايتم فور باتش بروسيسنج اند اوردرنج. كذلك لازم اكو يونيك ايدنتيفاير فور ايتش منيو ايتم. فد ايدنتيفاير لكل منيو ايتم انا بدي اعرفه بالكود. ما يقول انه اذا انضغط الايتم المعين اقارنه ويا الايدنتيفاير مالته يقول هو هذا اذا هو سوي لي فد العمل معين. طبعا هنا هذا هنا اشرح لكم انه هذا الايدنتيفاير لاسباب تتعلق بالكفاءه يتم التعامل مع اختيارات عنصر القائمه بشكل عام بواسطه معالج الاحداث اللي اسمه on option item selected event handler. هذا طبعا الايفنت هاندلر من انه شلون يسوي هاندل للايتم سيلكشن. من يسوي ايتم سيلكشن شلون الابلكيشن مالته راح يعرف انه السيلكتد او ياهو من الايتم بالمنيو سيلكتد. راح هذا الهاندلر راح هو يعرف لي اياه وراح اقارنه ويا اليونيك ايدنتيفاير اللي انا كنت اصلا خازنه. وحتى لو تيهته راح نلقى طريقه انه شلون
استرجع طبعا شلون استرجع وقت التنفيذ اقدر استرجع هذا الـ identifier. طبعا اكو بعد اريد باراميتر اسمه الاوردر فاليو، وهذا الاوردر فاليو استخدمه لاغراض الاوردر، يعني وين يكون الديسبلاي مال هذا الايتم، اول واحد اخير واحد، يعني وين عرفته ثالث واحد وانا كاتب عليه الاوردر مالته واحد راح يطلع اول واحد. المنيو تيكس طبعا هنا اكو لو كاركتر سترنج لو كاركتر ريسورس او سترنج ريسورس، هنا تيكس اللي يطلع بالايتم شنو هو تيكس اسم الايتم. المنيو ايتم اوبشنز شنو المنيو ايتم اللي اقدر اضيفه، عندنا تشيك بوكس طبعا تظهر التشيك بوكس بعناصر القائمة في القوائم الموسعة والقوائم الفرعية، يعني السب منيو والاكسباند منيو. تو سيت منيو ايتم از تشيك بوكس نستخدم سيت تشيكابل ميثود، وعمود تشيك تشيك يعني بحيث من يطلع هو المسلك سيت تشيكد، انا خليت سيت تشيكد. طبعا قلنا تشيك بوكس ما يظهران بالايكون منيو، لذلك ايش راح يصير من اضيف الايكون منيو وين راح يروحان للاكسباندد منيو. خوش الشوركت كي شلون اضيف شوركت كي، او شنو يعني واحدة من الممكنات من هذا اضيف شوركت كي. You can specify a keypad shortcut key for menu item. انا عندي menu item واسوي له فد شوركت كي. سيت شوركت هي اللي تضيف لي، طبعا السيت شوركت راح اكو بها بارامترين، واحد المفروض اخلي بيه النومريك كيباد، واكو واحد اخلي بيه الفول كيبورد، يعني اكو للكيبورد النومريك وكل الفول، اثنين مو كيس سنسيتيف، يعني اثنين مو كيس سنسيتيف. كوندنسد تايتل طبعا التايتل مال المنيو، تايتل مال المنيو هو التايتل المكثف السحولة هم من المنيو اوبشن اللي يقدر اضيفن. اكون منيو does not disable shortcut or checkbox so it often necessary to modify its display text to indicate its state. طبعا اقدر اضيف ايكونز، والايكونز هي في شيء دروبابل، دروبابل يعني رسومي، الايكونات هي اشياء رسوميه، واضيفن طبعا ذن الاشياء الرسوميه قبل محاضره قلت لكم كل شيء رسومي ينضاف في فولدر اسمه الريسورس فولدر، اسالكم عليها بالريسورس فولدر. المنيو ايتم كليك ليسنر طبعا هذا كليك ليسنر قلنا يسوي ليسن مو يعرف اذا اكو واحد من المنيو ايتمز صار عليه كليك. Event handler that will execute when the item is selected. Okay. Intents. هاي الانتنس انه انا اذا اريد اقول يابا من اضغط المنيو الفلاني او المنيو ايتم الفلاني روح شغل لي اكتيفيتي معين، روح شغل لي سيرفيس معين. فهنا راح استخدم الانتنس، اقدر اضيف انتنس للمنيو ايتم اوبشن. دايناميك ابديت منيو ايتم، طبعا منيو ايتم زني اقدر انا معرفتين اقدر بوقت التنفيذ اقدر اضيف كود، يعني بحيث وقت التنفيذ يقدر يغير عليهن. اقدر اسوي الموديفاي واقدر اسوي ديسيبل انيبل سيت فيزيبلتي اند موديفاي تيكس بالرن تايم. خوش تو موديفاي منيو ايتم دايناميكلي، اما انه انا احتفظ بالريفرنس من خلقتهن، اون كريت اوبشن من يوم من خلقتهن وقلت كل واحد اكو يونيد يونيك ايدنتيفاير احتفظ بيه باسمه، او اقدر انه انا هنا استخدم هاي الميثود بحيث تعرف لي الكوماند معين شنو الايدنتيفاير مالته اللي هي بوليان اون بريبير اوبشن منيو. طبعا هنا اكو سوبر دوت اون بريبير اوبشن منيو للمنيو منيو ايتم هذا كتعريف
اقول هذا مثلا انا قايل فد منيو ايتم اسمه كول، اقول كول منيو دوت فايند ايتم اسمه كول، ايش راح يرجع لي هذا؟ راح يرجع لي الريفرنس مالتي، خليه هنا، راح اسوي موديفاي على الريفرنس مالتي هنا، موديفاي للمنيو ايتم ريتيرن ترو. هسه شلون اسوي هاندلنج للمنيو ايتم سيلكشن؟ من اختار منيو ايتم سيلكشن شلون اسوي هاندلنج؟ طبعا هذا كل الحكي راح اسوي لكم اياه في البروجكت عملي، عمود تشوفونه ان شاء الله، نزلكم اياه فيديو ثاني. اندرويد هاندل اول اوف اكتيفيتي منيو ايتم سيلكشن يوزنج الاون اوبشن ايتم سيلكتد، اون اوبشن ايتم سيلكتد. The menu item select is as it to this method as the menu item parameter. راح يجيني فد بارامتر سوي لي باس اللي هي كبارامتر على menu item. عم اسوي react ويا menu item اللي selected، لان اقول menu dot get item id او item dot get item id، وهذا ال item id من يصير تحديث اشوف ال value مالته واخذ identifier واسوي ال او react accordingly، يعني اتفاعل حسب شنو اللي اريده اسوي. الكود اللي راح يكون on option item selected super dot option item selected، هنا راح اشوف شنو اللي selected، راح هنا اعرف شنو اللي selected، بعدين اسوي switch. اذا ال item dot get item id يساوينا call سوي call، send message سوي send message، change colors سوي change color، وهكذا. يعني هنا افحص شنو اللي selected، ورا ما جاب لي قال لي selected هو call، راح اشوف بيا switch هنا قال call سوي الفعل مالته. هذين كيسات، وبعدين return true في حالة انه ماكو return false، لا ولا item selected return false. create sub menu. طبعا هنا انشاء القوائم sub menu. sub menu تم عرض العناصر مالتها كقائمة عادية، قائمة regular item. ان تحتيها تكشف عن المزيد من العناصر، من اضغط على الـ يعني سوري، يعني هو فد ايتم عادي بالقائمة، من اضغط عليه يطلع لي الايتمات اكثر. معرفنا انا بداخل السب منيو. طبعا احنا حكينا قلنا مو مثل التري ستراكشر الموجود بالبي سي، هنا أنا راح يكون عندي فد سنجل فلاتنج ويندو وحدة، ومن ادوس باك طبعا ما ترجع للقبلها تنتهي. You can add sub menu using add sub menu مثل، طبعا هي نفسية الاد منيو ايتم اللي استخدمتها هناك، مضيف لمنيو ايتم هنا بحد ذاته، هنا اقول اد سب ايتم سب منيو، بدال اد منيو ايتم هنا اد سب منيو، وبعدين اعرف سب منيو شنو اللي بداخلها، اخذ ايدنتيفاير مالته واقول له اد ايتم. طبعا يدعم نفس المعلومات نفس البارامترات بالاد ميثود اللي استخدمناها للنورمال منيو ايتم. طبعا اكو بالجروب واكو اليونيك اي دي وكذلك التكست سترينج وهكذا. طبعا يمكنك ايضا استخدام السيت هيدر ايكون والسيت ايكون ميثود للسب منيو. طبعا هنا شنو سيت هيدر ايكون، شنو سيت ايكون؟ السيت ايكون ما يظهر بالسب منيو، لا يظهر بالايكون مال السب منيو. احنا مو قلنا الايكون منيو بمجموعه اقدر اعرف بوحده معدهن مثلا سب منيو، السب منيو بحد ذاته هذا الايكون اسوي له سيت ايكون، اقول انه الكوماند مال السب منيو الى ايكون، ومتى انفتح سب منيو اقدر اسوي لها سيت هيدر ايكون، بالايكون مالتها اسوي هيدر. The menu item within sub menu supports same option of those assigned to icon or extended menu.
عكس الترانزيشنال سيستم. اندرويد طبعا هذا الكود اللي يضيف لي سب منيو، راح اول شيء اعرف سب منيو، اسوي منيو دوت اد سب منيو، طبعا المنيو الرئيسيه اللي كنت معرفها وكامله هاي الايكون منيو، راح اقول منيو دوت اد سب منيو، وهذا السب منيو راح يكون اسمه سب منيو، هذا ريفرنس الها عمود التعامل وياه اسمه سب. خوش ريفرنس عمود التعامل وياه سب دوت سيت هيدر ايكون، فد هيدر ايكون هذا عمود التعامل وياه هيش لازم معرف بالريسورس فولدر. سب دوت سيت ايكون فد ايكون معين، منيو ايتم سب منيو يساوي سب دوت اد منيو ايتمز. خوش يعني هنا السب منيو بحد ذاته دا اضيف له فد منيو ايتمز. خوش وهذا الريفرنس مالته. نجي للكونتكست، كونتكست قلنا مثلا بالبوتون من الوضع عليه يطلع لي فد منيو معينه، كونتكست منيو اللي هي مو اكتيفيتي منيو، هي خاصه بالفيو، بالفيو المعين هذا وهذا اسمه فيو، بينما هاي منيو تختلف، هاي منيو هنا هاي منيو هي الاكتيفيتي منيو. كونتكست منيو طبعا معرفه المن للكرنتلي فوكس فيو، يا هو اللي انا مأشر عليه حاليا او مسوي تركيز عليه، هو هذا هنا اللي يشتغل، وطبعا تشتغل من اضغط هاي المجموعه من الايفنتات واللي من ضمنهم 3 سكند ضغط على فيو تشتغل، قلنا حسب الاجهزة هاي باقيات. شلون اعرف الكونتكست منيو؟ اعرفها مثل ما عرفت الاكتيفيتي منيو، مثل ما عرفت الاكتيفيتي منيو اكو طريقتين. There are two options to variables for creating context menu for your view. إما أعرف للفيو المعين أقول له context ماتك هذا، context menu هذا، context menu. This means to create a generic context menu for view class by overriding هيجي. يعني أنا دا أعرف إن أنا generic في context menu بصورة عامة ما مربوطة بأي item. خوش وبعدين اسجل الفيو لهاي الكونتكست منيو، اكو فدي عاز اسمه ريجستر. او انه اسوي لي كرييت اكتيفيتي سبيسيفايد كونتكست منيو باي اوفررايدنج ذا اون كرييت كونتكست منيو ميثود اون ريجستر ذا فيو ذات شود use it. بعدين اسوي register للفيو اللي راح يستخدمها. الريجستريشن هذا يصير بهذا الطريقه on create وبعدين super on create وبعدين مثلا هذا الفيو text edit text view يساوي new edit text، هذا فيو، هذا edit text هو فيو، بعدين set content للفيو register for context menu الفيو، هذا الفيو هو التكس الايديت تكس، راح اسوي له ريجستر المن للكونتكست منيو. شلون استخدم الكونتكست منيو؟ ورا ما سويت الفيو وسويت له ريجستر للاون كرييت كونتكست منيو هاندلر راح يشتغل وراح يضل يسوي لسن للايفنتس يصير عليه، عمود ننتظر يمتى اضغطه، يمتى اضغطه 3-8 ومن تظهر هي راح يسوي لسن للايتم سيلكتد، شو وقت ما اسوي سيلكت الايتم اون كريت كونتكست منيو اند تشيك ويتش فيو هاز، يا هالفيو اللي اشتغلت عليها المنيو. طبعا هذا الكود اللي خاص بالكونتكست منيو. نعم منيو دوت سيت هاندر تايتل او هيدر تايتل، وبعدين منيو دوت اد فد ايتم، منيو دوت اد ايتم. خوش هذا الايتم صار دوت سيت ايكون، يعني لحد هذا الايتم مو صار، وبعدين جا اسوي له سيت ايكون. اوكي منيو دوت اد ضفت هذا الايتم الثاني، خوش دوت تشيك
دوسيت تشيك ابل. احنا قلنا من اريد اسوي انه تشيك بوكس راح اسوي سيت تشيك ابل. وهنا من يو دوت اد هذا الايتم الجديد، وهنا انا راح ادوس سيت شورت كت. طبعا ذني ثلاثتين او اربعتين عرفناها، قلنا اكل الجروب واكل الايدنتيفاير واكل تيكس واكل اوردر. اوكي سب منيو سو سب منيو دوت اد سب منيو. طبعا هاجا ضيف لي كونتكست سب منيو. شلون اسوي هاندل للكونتكست منيو سيلكشن ورا ما اسوي سيلكشن الواحد ورا ما اشتغلت المنيو واسوي سيلكشن واحد من الايتمات، شلون اسوي هاندلنج؟ راح اكو عندي في الداله اون كونتكست ايتم سيلكتد، خوش راح السور دوت كونتكست ايتم سيلكتد ايتم، راح اسوي هنا هاندل للايتم. طبعا هذا الايتم لازم يكون عندي الريفرنس مالته. شكرا جزيلا طلاب، انتهت المحاضره لهنا.